السلام عليكم خوتي خواتاتي، جيت نقاسم معكم هاد الوجبه اللي انا غادا بها عند لمياء. كيف وعدتكم قلت لكم وجدت بطيبيطات ووجدت الحريره المغربيه، غادي نقاسم معكم كل شيء. هاد البطيبيطات البنات انا كنعملهم بالقمح، يعني ما كندخلش، كندخل بحال غتقولوا واحد جوج ديال الزليف ديال القمح، كندخل فيهم غير كاس ديال الفرينه، غير كاس. هادو بالقمح كيجيو غزيولين البنات، كيجيو طبيينه. اش نقول لكم عليهم؟ هادو الله يطول لي عمركم كوجبه ديال العشاء ولا كسكروت ديال العشيه. كنرافقوهم لمياء. انا عملات البيض مسلوق، قالت لي راه سلقات البيض وعندها التمر. اذا غادي ندي هاد البطيبيطات هادو سخان، والطريقه الله يطول لي عمركم واحد الحاجه كتعطيني واحد النكهه زوينه في البطبوط، واللي كلا البطبوط ديالي كيقول لي اش هاد البنه كاينه في البطبوط. وهو ملي كنعمل القمح وكنزيد عليه يعني جوج ديال الزليف ديال القمح مثلا، كنعمل نزيد عليهم كاس ديال الفوص، وكنزيد واحد ثلاثة ديال المعالق ديال النافع مطحون، النافع مطحون في وسط العجينه. وكنزيد الله يطول لي عمركم واحد ثلاثة المعالق ديال زيت العود في وسط العجينه، وبيان سيغ الخميره وشويه الملحه، وكنعجنوا البطبوط ديالنا. كتبقى فيه واحد النكهه ما نكذبش عليكم عجيبه. وكذلك وليداتك غادي لغد لي للمدرسه، ودوك يعني انا ما دزتش من هاد المرحله، اللي كتبغيو تعملوا لوليداتكم الغداء ديالو في المدرسه، راه تحلي غير نص بطبوطه تعملي ليه فيها بيضه مسلوقه وتسديها ليه، راه ياكلها احسن من داك الاكل اللي كتشري ليه من الزنقه. وهنا غنقاسم معكم الحريره المغربيه. وهنا ما شاء الله هانتوما عملت الطنجره ديال الحريره المغربيه. شكون اللي ما يعرفش الحريره المغربيه؟ يا سلام يا سلام. ها نتوما غادي يجي دابا سيدي وليد غادي يجي هزها، وانا غادي نهز غير البطبوط. كانوا عندي شي عواد ديال القزبر حتى هما رميتهم. ها نتوما الله يطول لي عمركم، ما تعملوا فيها لا لحم، ما تعملوش داك البيض اللي كتشدوا البيض وكتحركوه وكتخويوه في الحريره وكتدوروه، خليو الحريره المغربيه خليو عندها النكهه ديالتها بوحدها. الله يطول لي عمركم. انا عملت فيها شويه ديال السمن، على ود لمياء كتموت على السمن، عملت فيها شويه ديال السمن. ها نتوما ما شاء الله الله يطول لي عمركم. راجلك ما خدامش، جالس من الخدمه، بدل ما تعملي حبيبتي نهار الحد نهار الجمعه تعملي كسكسو وراجلك تيكون في الخدمه، عملي الكسكسو نهار الحد بحال اللي كنعملوه حنايا. حنا الكسكسو كنعملوه نهار الحد. مثلا هذه ديال الحريره لمياء جالسه بوحدها، غادي نمشي انا واصاله ولالا نجمه مت اصاله، غادي نمشيو عند لمياء وتا هما وكذلك جايبين ما شاء الله، جايبين تا همايا وجبات اللي تا همايا كيحضروهم. كنتمنى خوتي خواتاتي في الليل يعني بدل ما تمشي تعملي داك الكوكوط كتصفر واللحم ولا الدجاج، الله يطول لي عمركم. في الليل عملي اللوبيا البيضاء، عملي العدس، عملي الحريره، عملي الصوبه ديال الخضار، سلقي معها البيض، حطي معها التميرات، عطيو لوليداتكم اكل صحي. وحاجه ثانيه الله يطول لي عمركم، انا ما بغيتش نوريكم كيفاش غادي نعمل الحريره على ود راكم لاليات يا بنات سيدي. الحريره شكون اللي ما كيعرفش يعملها خوتي خواتاتي؟ ها نتوما ونغضب عليك اختي العزيزه اللي عملتي الحريره في الكوكوط. الحريره كنعملوها في الطنجره، كنخليوها طيب على خاطر خاطرها. ها نتوما ما شاء الله بطيبيطات كنوضوا ليهم خمسة ديال الدقائق، كنوجدوا بطيبيطات كنخليو العجين، والله ما كندلكها، هي كدلك راسها. ما نقولش لكم كي كيجيو، ما نقولش لكم كي كيجيو ما شاء الله بطيبيطات. ها نتومايا، ها نتوما ما شاء الله كيجيو غلاض، يعني تاكلي الله يطول لي عمرك. شاطليك البطبوط نعملوه في واحد الزيف، زيف عاده باش نعملو في ميكا ونحطو ونجبد من داك الخبز. كان عندك الطاجين، يا سلام يا سلام على الطاجين بالبطبوط. ما نقولش لكم الطاجين كيجيب مع البطيبيطات تاكليه معاه كيجيو زوينين. وكذلك كيف قلت لكم هكذا بالحريره ولا بالحسوه ديال الشعير، والله القسم راه غير اللي بغى يمرض نفسه
عجني عجني بطبيطات بيديك خليهم يخمروا. انا هذه عجنتها غير لويتها، عملتها في واحد السوبيره وغطيتها بخنشه وخليتها تخمرت، ورجعت ليها قرصتهم وخليتهم تخمروا، وبديت كنطيب. عملت جوج ديال المقيلات وبديت كنطيب فيهم في وسط المقيلات، كاينين الصغيورين كاينين الكبار. كنتمنى كنتمنى خوتي خواتاتي الا بغيتو بحال هذا النوع ديال الفيديوهات نبداو نقاسموهم مع بعضياتنا باش نزعمو بعضياتنا. عرفتي راجلك يتم جاي من الخدمه عيان ويشم ريحه الحريره المغربيه وبطيبيطات وبيضات مسلوقين وشويه ديال التمر، غادي تكوني احسن ما يعني في حياته. ما تكونيش اللي يطول عمرك ملي يدخل راجلك الماعن كيتقاقبوا والولاد كيغوتوا. لا لا حبيبتي، وفري ليه داكشي اللي غادي يخرج مع الباب وغادي تلاقى مع وحده في الدوره وغادي توفروا ليه. تهلا جمعي مع وليداتك، جلسي مع وليداتك. عرفتي دابا اش قالت لي؟ لا لا لمياء، قالت لي ماما راني فرشت في الارض، غادي نجلسوا في الارض وغادي نبقاو نتفرشخوا ونموتوا بالضحك. قلت لها انا معاك، انا جايه، انا نيت لابسه جلابتي، قلت لها انا جايه انا معاك. ها نتوما خوتي خواتاتي، غادي يكون سيدي وليد على ود محمد ما كاينش، غادي يكون سيدي وليد غادي غير ياكل معانا ويشرب معانا، ومن بعد نعملو قهيوه صافي ويمشي بحالاتو، كيخلينا حنا النساء مع بعضياتنا. ما تبخلوش عليا بصيمه ولو بارطاج والتعاليق، وكنموت عليكم وراكم عزاز وغاليين، والاوديوات ديالكم ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله عليكم. ولو بارطاج لو بارطاج الله يطول لي عمركم، واي حاجه عملتوها صيفطوها ليا ونقسمها مع المشاهدين. أحبكم في الله.